عنوان الموسم اللي هو ربط العالم، فرق تتنافس في تصفيات اللي هو منطقة الرياض المؤهلة لنهائيات المملكة. الفرق ما بين الموسم هذا والموسم السابق، الموسم السابق كان في دورتموند والحمد لله اللي حققنا فيه المركز الأول على مستوى العالم، إن شاء الله نطمح إن شاء الله يحققوا مراكز أكثر بإذن الله بأكثر تقدم إن شاء الله. التصميم حقنا ما يعتمد على انه يكون كذا، انه دقه وتوازن واداء، انا واثق في هذه المره عشان حاسس انه التصميم افضل من السنوات الماضيه ان شاء الله باذن الله. مشروعنا يعتبر اداء مهام روبوت بحيث انه يشيل اشياء ثقيله مثل الكابلات او تفعيل الطاقه الشمسيه. الفئه هذه باختصار تتكلم عن انه عندك تحديات عقبات لازم تتجاوزها باسرع وقت. الحمد لله وصلت رابع لقب على التوالي، وان شاء الله هذه المشاركه الخامسه، ونقول ان شاء الله خامسه على التوالي. هدفنا الان ان شاء الله انه نتاهل من تصفيات الرياض ونتاهل لتصفيات اللي هي او نهائيات المملكه العربيه السعوديه. نطمح ناخذ المركز الاول. اليوم طبعا نطمح ان نحقق ونتاهل للمرحله القادمه باذن الله.